تخيل معايا دابا تكون ساكن في اوروبا وتجي فكره الزواج وتقول غادي نتزوج بنت البلاد وتجيبها مغربيه وديها لاوروبا في الاخر دير لك ميسا وتقلب عليك وتزوج بواحد اخر. نخليكم مع هذا الفيديو ديال واحد الاخت كتشرح هاد البلانات دابا اللي ولاو في اوروبا ومن بعد نعطيكم الراي ديالي. ما جيت نهضر على جيت ندافع جيت نوصل الصوت ديالي لخوتي المغاربه ولا ملاشي مغاربه. اليوم جيت نقول لكم يا العيالات بركه بركه من التحراميات بركه من واحد يمشي يجيبك من المغرب ويتكرفص عليك ويطلعك المغرب يطلعك لاوروبا في الاخر ديري واحد جوج وتقول لي باي باي وتمشي عند لاسيستونس وتقول لهم اه حقا بغى يغتصبني كون بغى يغتصبك كون بغى يغتصبك ما يولدش معك جوج ولاد ولا جوج بنات ولا كما كان ما يتكرفش عليك حتى الله هنايا يخلصو يخلصهم ويدخل المخيره يدخلها حاشا خوتي اسمحوا لي على هذه الكلمه هذه ولكن وليت نشوف بزاف ديال الحقره لان انا شتها وعشتها عشتها عشتها دابا حاليا كنت في واحد الجمعيه والله تاسفت لهذوك الدراري وهذوك الرجال اللي تينعس في الطوموبيل اللي تينعس في الزنقه اللي تينعس عند صحابه عاد هو عاد تلاوط وانتي بغيتي تشدها مقاده انا غادي تهضر معاكم خرجت ازيرو سمحت كاع في الحقوق ديالي وفي من ادي الانسان اللي كنت معاه ما اديتوش خرجت زيرو سمحت ليه في كل شيء في النفقه المؤخر اي حاجه تطيح عليكم سمحت لان بغيت نكسب راسي ونكسب صحتي ونكسب باش نكون حره بحال الانسان ما تيستاهلش ولكن نتوما لقيتو رجال لقيتو رجال ونعم الرجال وتتكرفسوهم بهاد التكرفيس تمشيو عندهم تقول لهم بغا يغتصبني اويلي ها تيضربني لقيتوها هادشي كاع ما ديروه في المغرب انا مشيت للمحكمه لقيت بزاف من العيالات مساكن جايين جاري ناس ناضلهم ما عندهم لا حقوق لا حق لا والو وتيقولوا مازال بغينا نعيشوا مع داك الانسان ولكن العشره تحدات ولكن نتوما جيتوا وطغيتوا في بلاد اوروبا زعما بلاد الحقوق كي نسيتوا حقوق الله نسيتوا حقوق الله والشرع والدين نسيتوا بغيتوا زعما تمشوا تكونوا حرات وتمشوا في طريق الحرام قسم بالله ما تتوصل حاجة الطريق الوحدة اللي تتوصلك هي طريق الحلال صبروا مع ولاد ولادكم ما تبقاوش تاخذوا الاجنبيين راه يتكرفسوا عليكم قسم بالله تغيعضوكم ويشبعوا فيكم عضان وياكلوا لحمكم ويلحقوكم عظم تقوا الله تقوا الله يا العيالات ماشي بغيتي تطلقي باش تكوني حره توليتي اول حاجه اللي شافت الفيديو بارطاجيه لان باش توصل لواحد اخر باش ما انه ما يتخدعش هذه الاولى ثانيا الاخوان باش بلا ما يجي عندي شي واحد ولا شي واحد تقول لي متعمم شاركيني بنات الناس بطبيعه الحال كاينين بنات الناس وكاينين ماشي بنات الناس كاينين ماشي اللي بنات الاصل صافي هادشي اللي كاين هي الحياه فما علينا الاخوان الموضوع كيف ما نتوما عارفين هو البلان ديال ان كاينين الناس في اوروبا كيبغيو يتزوجوا بمغربيات كيجيبوا دوك المغربيات وكداو من اوروبا في الاخر كيديروا ليه ميسا هاد القضيه ولات بزاف في اوروبا ما فهمش الظاهره كيفاش تولات دابا كتولد معاه مشاكل ولا شي حاجه وفي الاخر كتقول ليه ميسا سالينا الله يعاون القضية ولات ولا مثلا كتعرفوا راه هو عنده غريقات في اوروبا ولا فرنسا ولا في ليسبان ولا في شي دولة فهمتي كتقول لي اجي نتزوجوا العيبات المهم كتثبتوا داك التبادل ديال العيالات وداك الشيء كيمشي ياخذها كيبقى غادا معاه بشويه بشويه حتى كديها تماك وكتقول لي الله يعاون وكاينه واحد القصه شهيره على هذا البلان ديال هذا البلان هذا ديال واحد الجزائريه كانت بانت في واحد الفيديو دايره الزيف واللعيبات زعما راه هي مؤمنه ما عرفتش شنو راه دارت بوم واحد القضيه تتكون قصة عليها غير خونا اللي غير خونا اللي دابا اللي تقول بات عليه تخيلوا معايا انه واحد جزائري كان جا باش يتزوج بها ولا عيبه تزوج بها دار ميريكان ما با داز واحد المده هي تقلب عليه ولات فهمتي حيدت الزيف حيدت كل شيء ودارت انطلاق العلان اخوان راه شوفوا ما تقولبوش وما تخدعوش مع راكينين العيالات اللي كيبقاو كيديروا خطه مدروسه محكمه ديك اللعبه كتبغي تثبتك وتهندك ديك تماك
صوب ليها الورقات ديالها والعيبات والله يعاون. الدائره هذه ولات بزاف الاخوان ولاو رجال محقورين، ولاو رجال بطبيعه الحال محقورين، لان تخيل معايا دابا انت كتكون ساكن في اوروبا عايش بخير عايش موت بخير، وكتبغي زعما ديك اللعبه دير الحلال ديالك وداك الشيء، وما كتبغي زعما داك البلان داكاويه، والله خير كدي وحده بنت البلاد جيعانه، لان اللي كيديروا هادشي غير الجيعانات، كتمشي ديك الجيعانه كتاخذها كتزوج بها كتكبر بها كدير لها المسائل ديالها، كتجيبها لفرنسا ولا لاسبان ما عرفت شنو، المهم كيطرا غير شويه شي خلافات نزاعات زوجيه اللي عاديه، كتمشي حتى كدير لك اكبر ميسه، كتمشي ديك اللعبه كديرها سبه وكدير لك ميسه وكتخليك تماك، واخا عندكم زعما كاينين الاولاد كاين كلشي ما كتعقلش عليك نهائيا. راه كاين هاد البلان هذا الاخوان وكاين هاد الاستغلال هذا، فداك الشيء علاش ما تكونش نيه بزاف، ما تكونش نيه نهائيا، مشى اللي جات بسم الله، مشى اللي جات مرحبا، مشى الوالده تشوفي ليا زوجيني، ما كايناش هاد القضيه ديال الوالده، كانت زمان، ما دابا انت اللي خصك تشوف شغلك، ملي غتبغي تزوج الا كنتي انت مثلا برا، جي المغرب تعرف على شي وحده هضر معاها خرج معاها شوف لها عقليتها، طول معاها شويه طول معاها مزيان، شكون معاكم واقعي، وديما ديما نبقى نعاودها في كل فيديو كنهضر في هذا الموضوع، خرج منا الزيت، راه كنقول لك خرج منا الزيت، الا داك الزيت ما خرجش راه ما كاين ما لا ما 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 غتصلحش سالينا، لان ضروري خص يخرج داك الزيت، باش داك الزيت يخرج ديال المشاكل ديال داكشي اللي كيكون ديال الخطوبه، نشوفوا واش غتقدوا تكملوا ولا لا، لان الزواج واحد المرحله اخرى واحد ليطاب اخرى، ليطاب اللي صعيبه بزاف، وهي غيبان تبان الحقيقه ديالها مع الوقت، الا كانت فهمتي السيده باغاك وكذا راه غتبقى معاك، يعني غتبقى معاك واحد المده، كانت السيده فهمتي ما باغاكش والعيبات راه غتفضل ما غتنفضك وغتمشي تقلب على شي هوته اخرى، لان دابا ولات عندهم عادي باش يديروا ورقات راه كيتزوجوا بواحد عنده اوراق، لانهم في دماغهم الرجال راه حمقين ومسطين، حسوا من حطيتوا راسكم في هذا البلان هذا، وانتوما حطيتوا راسكم في هذا الموقع عادي ديال انك اي وحده تجي تقدر تستغلك بالانوثه ديالها، تبقى تلعب عليك بجوج كلمات كتعجبني راه طايحه فيك راه هادي راه هادي، انت كتنوض انت حيت انت محروم ولا ما عرفت شنو، كتنوض كتقول لها بسم الله مرحبا نتزوج بك، هادي من جهه اخرى كتقول لها ما نتزوج بوحده قاوريه اللهم نتزوج مغربيه، انا نوصيك اخويا كنتي في اوروبا تزوج بوحده يا وحده مغربيه ساكنه تماك عندها ورقاتها يا وحده قاوريه ساكن تماك ما تجيبش وحده مغربيه، لانك الا كنتي كتعرفها من الصغار ولا شي حاجه دي هضره اخرى، كنتي يلا عرفتيها والعيبات كاين واحد النسبه مئويه كبيره وطالعه، انا غندير لك ميسه سالينا نسبه مئويه طالعه وطالعه، دير بصح انا غندير لك ميسه وغتنفضك عرفتي تماك، وشوفوا راه والله العظيم الا كاينين قصص بزاف على هذا البلان، راه بزاف بزاف وكنسمع بزاف، ديتها لاوروبا قلبات عليا، ديتها لهنا قلبات عليا، ديتها لالمانيا قلبات عليا، وبزاف وبزاف ديال القصص، انا كان شي ربعه ولا خمسه عاودوا لي هاد القصه هادي على هاد البلان هذا، واليوم باللي ان شاء الله نعاود لكم واحد القصه على واحد السيد نيت كان مشى لطاليان دا واحد السيده من هنا ودار لها وريقاتها ودار لها كل شيء، وكانت ممثله عليه واحد الدور يعني يا وبزاف، وتخيلوا في هذيك الوقيته كانت هي كتعرف على كتعرف واحد السيد اخر وكانت كتعرفه قبل ما تعرف هذا، وهذاك خونا كان باغي يمشي حتى هو لاوروبا ومشات تبتات خونا هذا تزوج بها مشات تماك صايبات المسائل ديالها مشات جابت داك خونا الاخر، وتخيلوا معايا دارت ليه بلان جابت داك خونا الاخر طلقات خونا مشات دات له الوجهات ديالها، والله الاخوان حضيو رؤوسكم هذاك التمثيل ديال العيالات التمثيل ديال البنات وداك البلانات واياكم منه، باش انا نقول لكم اللي كاين راه الحياه غدا راه شوف الغدا راه كاين راه كيمشيو تماك هذيك اللعبه ديال احق قال لا راه شوف راه كاين شي وحده اللي كتكون كابره في الحقد كابره في الداركنيس في الظلام، لان شرها ما عندهاش كبده نهائيا كابره وسط الجوع وسط ما عرفت شنو وسط الحرمان وسط النم، راه كتنوض انت كتكون كابر في واحد المليون مزيان وزوين وداك الشيء راه ما تعقلش عليك بطبيعه الحال، لان السيده من ظلامي غالصه في الظلام اش غتحن فيك، عرفتي تماك كتعرف الواحد مزيان ولا شي واحد هوبا ولا دير وريقاتكم تماك ولا تكونوا ساكنين في اوروبا وتزوجها بمغربيه وياك ثم وياك، هذه نصيحه اخويه وياك
راه شوف الا ما شوف راه ما نقولش لكم هذه قاعده عامه، راه بعض المرات قلت شي وعلى تصلح ليك، ولكن انت علاش تدخل في هذا الريسك هذا؟ علاش تدخل في هذا الريسك؟ راه كما قلت لكم راه كيكونوا عايشين واحد الحياه انا ديال الحرمان، وداك الشيء كيمشيو تماك كتحلوا عينيهم، راه فهموني انت اصلا عندك واحد واحد الشخصيه في الشرقيه، الراجل اللي حكم وداك الشيء. اوروبا ما عندهمش هذا البلان هذا، دول امريكان كندا ودوك الدول ما عندهمش هذا البلان، ما عندهمش الثقافه، ما عندهمش هذاك البلان الراجل اللي يحكم دير لها ها سالينا. هما راه كيشوفوا كيتلاقاو بعيالات وكذا كيولوا انت عندك هذاك النفس داك انت مغربي داك انت شرقاوي ديال انت اللي غتحكم مع، فهموني يا الاخوان. ما شوف عايش تماك اخويا، سير شوف لك شي زماكريه، شوف لك بغيتي تزوج تزوج بها هنايا في المغرب وغتبقى هي في المغرب انت باش سالينا. هادشي اللي كاين. المهم القاعده لا تعمم، راه ماشي كاع الناس راه بحال هكا ولا كاع العيالات راه بحال هكا، المهم غير هو حدي راسك، ومن الاحسن الا كنتي تماك خذها تماك.